خضم الظروف الدقيقة والتحديات الجسيمة التي تواجه أمتنا العربية والمخاطر الكبيرة التي تهدد الأمن القومي العربي، يأتي نبأ إعلان الوحدة بين شطري اليمن الشقيق وقيام دولة يمنية واحدة ليمدنا بشعلة وقادة في نهاية النفق المظلم الذي تمر فيه المسيرة العربية. إن المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا يسعدها أن تعبر عن أعمق مشاعر الغبطة والسرور بهذه المناسبة التاريخية الآن. ولا شك أن انصهار الشعب اليمني في بوتقة واحدة سيزيد في فعالية دور الدولة اليمنية الجديدة في خدمة القضايا العربية والإسلامية.